بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله النهاردة هعمل معاكم المعلقة. المعلقة دي حاجة زي ده، يعني مثلا زي البطاقات، زي الكتاب التفاعلي. دي حاجة بسيطة سهلة وسهلة خالص. كل اللي معايا أول حاجة قطع كرتون، معايا 5 قطع من الكرتون، تمام. ومعايا زيهم 5 قطع من الجوخ، طبعا كلهم بحجم الكرتون. الكرتون ده حوالي 25 في 20. ومعايا برضو قطع فوم لون احمر 5، نفس الحجم برضو. ومعايا ستان، ومعايا صور. طبعا انا هعمل لكم المعلقة وهعمل عليها مفهوم تعليمي، هعمل عن الفواكه، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ معاكم. اول حاجة هنغلف الكرتون دي، تمام. هنجيب الكرتون هنغلفه من جوه بالفوم زي ما انتم شايفين كده. هغلف كل الكرتون اللي عندي بالفوم. انا عملت اول خطوة، وهي ان انا غلفت الكرتون من جوه بالشكل ده بالفوم. بعد كده هجيب الكرتون بتاعي برضو واغلفه بالجوخ بالظبط كده. هغلفه بايه؟ الخطوة التانية هغلفه من بره بالجوخ بالشكل ده، تمام. هغلفه بالجوخ بالشكل ده. كده انا غلفتهم من جوه بالفوم ومن بره بالجوخ بالشكل ده كله. كده بقوا خالصين عندي. بعد كده هجيب ستان بعد كده انا هجيب القطع بتاعتي دي، هخلي واحده بالعرض كده، والباقي كله هيبقى ايه وراها بالشكل ده كده، تمام. نثبت اول 4 وبعد اول 3 وبعدين نثبت الباقي. كل اللي هعمله ان انا هجيب ستان واعمله مزود كده، خليه مزدوج، تمام، بحيث يكفي كله كده. اخلي دي كده فوق وابدا الزق دي كده، تمام. واسيب فاصل حوالي كمان 3 سنتي، حوالي 3 سنتي بين الاولى والتانية، وكمان 3 سنتي من هنا لهنا، تمام، بحيث لما اجي اطبقها تبقى متطبقه معايا. اوريكم في الاخر تتطبق ازاي، تمام. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هلزق الستان بالشكل ده كده. الاحظ ان انا سايبه فاصل، اهم حاجه الفاصل اللي بين القطعه الاولى والقطعه الثانيه والقطعه الثالثه وهكذا، تمام. هروح الزق الستان كده، ماشي. انا كده ركبتهم الستان بالشكل ده كده، تمام، اهو دي الاولى والتانية والتالتة كده من ورا بالشكل ده، بيبقوا كده، تمام، بيبقوا كده بالشكل ده. بعد كده من قدام بقى اهم بيبقوا بالشكل ده، تمام. كده بقت معلقة عندي جاهزة، باقي بس اعمل لها الاطار بتاعها من هنا. ممكن بأي قلم ألوان، ممكن تعملي لها بستان، أي حاجة انت ما انت عندك متاحة اعملي بيها. وبعد كده أحط عليها المفهوم، لكن هي كده المعلقة بتاعتي بقت جاهزة، تمام. هبدأ بقى أعمل الإطار بده. ممكن أجيب قلم وأعمل بيه إطار، وممكن أحط لها ستان. أنا كده خلاص خلصت المعلقة بتاعتي بالشكل ده كده، تمام، بقت جاهزه معايا. وعملت لها الاطار ده بالقلم الاسود. ممكن تعملي لها بالسكوتش، اي حاجه عندك اعملي بها ايه الاطار. بعد كده هجيب المفهوم اللي عندي، هبدا اكتب هنا. انا مثلا هعد مفهوم الفواكه، اي مفهوم بقى طبقيه عليه، هكتب عليها هنا مفهوم الايه الفواكه. كده بقى عندي اسم المفهوم الفواكه. هنبدأ بقى اجيب الفواكه اللي عندي والزقها
بالشكل ده. ممكن تلزقيها بالسكوتش بحيث تستفيدي من الوسيلة في كذا حاجة. تمام. اي فواكه بقى. تمام بالشكل ده كده. تفاح، عنب، موز، بطيخ. فكرة البطيخ من الفواكه. تمام كده. ادي الوسيلة بتاعتي بالشكل ده كده، سهلة وبسيطة. دي اسمها معلقة تعليمية قدمنا فيها مفهوم الفواكه. تمام. اتمنى تجربوها. طبعا لما بتيجي تقفليها، هي سهلة في القفل خالص. بتجيبي كل ده كده كده، تمام، سهلة بسيطة كده. دي اسمها معلقة تعليمية. اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.